بعد انتهاء المهلة التي منحتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكويس للمجلس العسكري في النيجر في محاولة أخيرة لإعادة السلطة للرئيس محمد بازوم، أغلق المجلس العسكري في النيجر أجواء البلاد حتى إشعار آخر، مشيرا إلى أن لديه معلومات عن استعداد قوة أجنبية لتنفيذ عمل عسكري ضد البلاد. لدينا معلومات تفيد بأن قوة تابعة لدولة أجنبية تستعد لتنفيذ اعتداء على النيجر وشعبه بالتنسيق مع مجموعة إكواس وجماعات مسلحة إرهابية. نحذر مجموعة إكواس من أي تدخل في الشؤون الداخلية للنيجر وما قد ينتج عنه من تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار في المنطقة. هناك انتشار مسبق للقوات في بلدين بوسط أفريقيا استعدادا للتدخل، وفي مواجهة هذا التهديد الذي أصبح أكثر وضوحا قررت النيجر إغلاق المجال الجوي اعتبارا من الأحد السادس من أغسطس وحتى إشعار آخر. قوات النيجر المسلحة وكافة دفاعاتنا وقواتنا الأمنية بمساندة الدعم الراسخ من شعبنا مستعدة للدفاع عن وحدة أراضينا. في خدم ذلك أعلنت فرنسا تعليق مساعدتها التنموية والمتعلقة بدعم الميزانية المخصصة لبوركينا فاسو. ويأتي القرار الفرنسي بعد إعلان بوركينا فاسو ومالي أن أي تدخل عسكري ضد الحكام العسكريين الجدد في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب، وأكدت الخارجية الفرنسية دعم جهود إكواس لإعادة بازوم إلى السلطة. ومن جهته قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه يتعين على مجموعة إكواس تمديد المهلة التي منحتها للنيجر لإعادة الرئيس المعزول إلى منصبه، مؤكداً على أن الدبلوماسية هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الأزمة. وتجمع الآلاف من أنصار المجلس العسكري في العاصمة نيامي مرحبين بقرار عدم الإذعان للضغوط الخارجية أو التراجع عن الانقلاب، كما نظم اعتصام بالقرب من قاعدة جوية في نيامي تعهد المشاركون فيه بالمقاومة إذا لزم الأمر لدعم الإدارة العسكرية الجديدة من دون اللجوء إلى العنف.